ايه سبب تعثر نادي الزمالك امبارح امام طلائع الجيش؟ بص، هو الزمالك اولا يعني هو خلاص كده، يعني حاسس ان الزمالك ما بقاش هي يعني هينفع تاني. انا شايف ان الدفاع اصلا ما كانش فيه دفاع. السبب ان اللعيبه ما بتاخدش مستحقات. والله الزمالك بقاله فتره مستواه مش ما هو، اولا بسبب عنده تفكك جامد قوي في الاداره. عندهم مشكله هم كبيره قوي، ان هم مش منظمين في خط الدفاع بتاعهم. هو بصراحه الغرور، اللعيبه كانت نازله واثقه من الفوز طبعا، ان هو بيلعبوا فرقه تقترب من الهبوط يعني، فكانوا نازلين وهم فايزين الماتش اللي فات على بيراميدز، فرقه تقيله، فكانوا نازلين يعني مش عارف، تحس ان هم كسبانين الماتش قبل ما يلعبوا. اعتقد ان هو مش سبب مدير فني، لان ده تاني مدير فني، وكارتيرون مدرب كويس وقوي. اعتقد ان هو بسبب اللعيبه، يعني اللعيبه فيها حاجه تحسهم يعني فيهم حاجه مش طبيعي، مش عايزين يدوا النادي، مستحقهم ممكن تكون متاخره، في حاجه ما بين اللعيبه وبعضها يعني. ما فيش لعيبه، ما فيش ولا من للنادي، الناس كلها بتقول لك ليهم مرتبات، ولا خد شهرين ولا خد شغل كده، ده مش موضوع فلوس، اللعيبه بايظه بايظه خالص.